هو ده اللي احنا بنعتمد عليه كاهلاويه، وبعد كده بنعتمد على ان احنا عندنا لعيبه تدرك قيمه واسم النادي الاهلي. هو ده اللي احنا دايما بنعتمد عليه، هو ده دايما الفارق الجوهري اللي ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. معلش انا النهارده متضايق طبعا شويه، لانه انا امبارح قاعد قدام التلفزيون بتفرج في اخر المباراه او بعد نهايه المباراه، اتبسطت، اتغلبنا 2-0، ولكن الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول. عندنا مباراه يوم الخميس اللي جاي، هل احنا كجمهور النادي الاهلي، وهي دي عظمه جمهور النادي الاهلي بالمناسبه، عظمه جمهور النادي الاهلي في اليومين اللي حضراتكم شايفينهم النهارده وبكره 3 و4، عظمه جمهور النادي الاهلي في ايه؟ ان انا بشوف ان كل جمهور النادي الاهلي او معظم جمهور النادي الاهلي هيقف ورا فرقته في اليومين اللي جايين، هيساند فرقته في ال3 و4، عشان عندنا مباراه عايزين نحقق انجاز ما حدث في 2006، ان انا اكسب بالميراس عفوا ان انا اكسب بالميرس. ليه لا؟ وهنحاول وهفضل اقول هذا الكلام، ولو لا قدر الله اتغلبنا يوم الخميس ما عنديش اي مشكله، السنه اللي بعديها نحاول زي ما احنا عملنا، زي ما الجيل الرائع اللي كان في 2005 خسر وطلعنا سادس عالم، في 2006 رجعت ولعبت وكنت مصر وكان عندنا اصرار داخلي، وكان الجيل المتواجد مش انا، كل الجيل طبعا كان عندهم اصرار كبير جدا، واكتسبوا خبرات وكسبوا ثالث العالم، وكسبوا ثالث العالم باداء رائع جدا. هو ده الفرق بين جمهور النادي الاهلي وعظمه جمهور النادي الاهلي، بتبان في اليومين دول، هم دول اليومين اللي بيبان فيهم. او دايما الناس تقول لي ايه اللي بيخلي يعني بيخليكم انتوا كلاعيبه تحبوا جمهور النادي الاهلي كده، او كمنتمين للنادي الاهلي ازاي بتحبوا؟ بنحب جمهور النادي الاهلي عشان موقف زي ده، عشان 3 و4 عندك موقف. كل ما هنفتح الفيسبوك او كسوشيال ميديا يعني، لانه الجمهور اللي موجود في ارض المونديال الحقيقه عمل اللي عليه، حاجه مشرفه، وده لسه هتكلم عنه في وقته. لكن لعيبه الاهلي لا، بنعتبر الجمهور لاعب رقم واحد بالنسبه لنا. الناس بتقول رقم 12، لكن احنا بنقول رقم واحد بالنسبه لنا. فانا متاكد، والعظمه دايما بقولها، عظمه جمهور الاهلي بتبان في اليومين اللي قبل اي مباراه او بعده خساره. فاحنا خسرنا، وخسرنا من مين؟ خسرنا من مين؟ من مين يا جماعه؟ حد يقول لي. خسرنا من بايرن ميونخ. اه طبعا الناس كان عندها تطلعات، لان هو ده جمهور الاهلي وهم دول لعيبه الاهلي، عندنا تطلعات دايما وعايزين نكسب، وعايزين 1 و2 و3 و4 و10، لو اقدر اعمل كده هعمل. هذه هي كره القدم. فالحقيقه كل اللي بيحصل اللي انا شايفه من امبارح، طبعا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي وكل كلامهم بهذه الطريقه، عايزين يحبطوا الفريق ويصدروا الاحباط للفريق قبل مباراه يوم الخميس اللي جاي، لا لا لا، مش هتعرف تعمل كده، لان انا عندي جمهور، نادي الاهلي عنده جمهور زي ما حضراتكم شايفين كده، وزي ما بتعملوا دايما، المسانده، زعلانين ومتضايقين ان هناك بعض السلبيات، لا هنتكلم في السلبيات وهنقول ايه هي السلبيات اللي حصلت من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الجمهور.